عسلامتكم. ما فماش دواء نجم نشريه اليوم ويحمينا من كورونا. الحاجة الوحيدة اللي تحمينا من كورونا هي اتباع قواعد النظافة اللي حكينا عليهم برشا مرات، غسيل اليدين، كي نكحوا نكحوا في منديل ورقي ونطيشوه في الحاوية، التباعد الاجتماعي أهم حاجة. وزلنا نجنبوا في الفترة هذه طلب شراء الأدوية بدون وصفة، كما المضادات الحيوية، كما ليزونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان، كما لي كورتيكويد، اللي هما ينجموا يضروا ويعكروا صحة المريض اللي كي يمرض بالكورونا. ولاحظنا حاجة أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي، فما أسامي متاع أدوية اللي يقولوا اللي هما يداويوا من الكورونا. هذا ما يلزمناش نتهافتوا على شراء الأدوية هذه ولا نطلبوا أن نتحصلوا عليها. علاش؟ على خاطر الأدوية هذه خطيرة، وحتى لو كان يستعملوها لمداوية الكورونا يستعملوها بمراقبة طبية كبيرة. والصيدلي موجود ديما في كل الفترات، وخاصة في الفترة الصعبة، باش ينصحكم ويخاف على صحتكم. وإن شاء الله الناس الكل في صحة وعافية.